هعمل طرد. عندي بسكوت ساده جيلي، انا هاخد بطيخ وهاخد فراوله مانجا. عندي بقى اي كومبوت، انا عندي كومبوت مشمش، عندي فراوله طازه، اي حاجه. انا عندي هنا باكل جيلي بياخد ايه؟ كوبايتين من الميه، انا هديله كوبايه واحده. فهاخد هنا مثلا كوبايه من الميه، وهنا كوبايه من الميه. ارص بس كده البسكوت هنا، اي بسكوت ساده، احط عليها اتنين باكو، وبعدين بعد كده ابردها بكوبايه كمان. يبقى انا كده حطيت اتنين باكو على كوبايتين ميه بس، تمام كده. واقلبهم. اتنين باكو جيلي حطيتهم في كوبايتين من الميه على البسكوت وهو سخن كده. بعدين معايا هنا بقى اتنين باكو جيلي دريم البطيخ، ده هيفضل بره الثلاجه، نقطعهم عليها ممكن حتى من دلوقتي مفيش مشكله. وناخد برده كده الفراوله بقى، ممكن ناخدها حتى اربع كده، وندخلها الفريزر تجمد، وبعد كده نضيف لها النص الايه؟ الاحمر فوقيها.